الصلاة. الصيام الله صبرك فصم، الله وفقك فعمل. ولا بد أن أحكيكم قصة سيدنا أحمد الرفاعي، انتبهوا لها، تكتب بماء الجوهر مو بماء الذهب، ماء الجوهر. سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه كان على مستوى كبير من الدعوة والتبليغ والرسالة، كان يحضر درس 80,000 إنسان، جوامع ما كانت تكفي، كان يساوي الدرس بالصحراء 80,000. لما أتاه الموت رأوه بعد الموت في المنام من العلماء والصلحاء من أحبابه، يا سيدي ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قالوا بإيش؟ قال أوقفني بين يديه فقال بما أتيتني يا أحمد؟ مسافر بيجيب هدية، أنت شو جايبنا معك هدية؟ بما أتيتني يا أحمد؟ فقلت يا ربي بصلاتي. صلاة ما فاتني فرض. فقال الله تعالى يا أحمد أنا وفقتك لها، أنت صلي ولا بتوفيق الله؟ اللهم لولا أنت ما اهتدينا، أنا وفقتك لها. نعم يا رب صح. غير قال أتيتك بصيامي يا رب. قال يا أحمد أنا صبرتك عليه، لو ما صبرك ما بتحسن تصبر، وجرب حالك صباح العيد، صباح العيد بعد ما بترجع من صلاة العيد للبيت اليوم ترجع مهلوع من جوعه، وين الأكل؟ يلا امبارح كنت صايم نساء، امبارح كان مسكر، اليوم مفكر، هاتوا أكل. فمين اللي كان مصبرك؟ الله. لو أنا صبرتك عليه. نعم. هذا بزكاتي يا رب، جايب لك الزكاة، طالع زكاة المال. قال أنا زهدت المال في نفسك، لو جعلتك حباب دنيا أصابيعك بتتقطع ما بتطلع قرش، ما في ناس هيك ما بتطلع عن القرش، شحيح بخيل، في منهم إذا طبخ بالبيت لبنية بيعد كم كوساية، كل ولد بيعطيه كوساية كوساية، كل واحد كباية كباية لبنية أو كوب بالقرش. مين زهد المال بباب لنفسك ستعصي وتنفق؟ والله أنت يا رب. قال له يا ربي بحجي، حج ماشي من بغداد إلى مكة، مشي من بغداد إلى مكة، أتيتك بحجي. قال له يا أحمد أنا قويتك عليه، لو ما أعطيتك القوة بتحسن تصال؟ لو ما جعلت القوة بساقيك برجليك بتحسن كنت تصال؟ اللهم نعم، اللهم نعم. شوف عندك غيره، هات لنشوف. قال يا رب أتيتك بعلمي. العلم ما شاء الله. قال يا أحمد أنا وهبتك ذكاءه، لولا الزكاة بتحفظ؟ لو ما الله حط لك الزكاة بتحفظ؟ في واحد بيقرأ بيقرأ ما بيحسن يحفظ، مين عطاك الذكاء أنت تحفظ العلم؟ اللهم نعم، اللهم نعم منا. قال يا ربي بتعليمي، علمت الناس. قال له يا أحمد أنا أجلست الناس بين يديك، ما أنتوا قاعدين، الله اللي قعدكم، وإلا لو تجي إلكم كل واحد بيحمل صباطه بيضهر وبيمشي.
مين اللي قعدك ساعة أو ساعتين بالدرس؟ الله. أنا أجلست الخلق بين يدي. أنت أنا ما حكيت لحد أمكن تعب، حكيت لكم تعب لحيكم شيء. مين جابك؟ الله جابك، فضل منه وتوفيق منه، اللهم نعم. قال يا ربي بقيامي لليل تهجد. انت تهجدت؟ قال يا احمد انا ايقظتك اليه. عم تربط الساعة قبل ما تطن الساعة عم تقعد، مين عم يفيقك؟ انت ولا هو؟ اللهم نعم. شو بقى فيه؟ نبش خرج ما بقى في شيء. قال يا ربي ما بدي غير واحد، اتيتك بالتوحيد لا اله الا الله، ما في غيرها. اذا الاعمال كلها طلعت جيت بلا اله الا الله. قال ولا يوم اللبن يا احمد. يوم اللبن؟ شو اللبن؟ قال يوم الايام شربت كاسه حليب صابك مغيص، فقلت اصابني المغص من الحليب من اللبنات اللي شربته. اللبن اللي بمغص ولا المغص من الله؟ فقط الطبل انا. قال يا ربي اذا انا هالك، يعني اذا التوحيد ما سبب انا هالك. فقال انت عندنا لست بهالك، ولكنها مدادمة حبيب لحبيب. بس حقيقة حقيقة. فما تظن انت والله صلينا صلني صلنا ذكرنا، لا يا ابني، قول يا ربي بتوفيق الله، صليت بتوفيق الله، صمت بفضل الله، ذكرت بتوفيق الله. خلي دائما ذكر الله دائما ببالك. ما انت اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فلا صدقة ولا زكاة إلا بفضل الله.